أخصائية العلاج الطبيعي رشا شيا بمركز فوزية السلطان. اليوم حابة أخبركم عن بعض التمارين البسيطة يلي بنقدر نبتدي فيها ما بعد العملية. هيدي التمارين تمنع الكومبليكيشنز يلي نحن بغنى عنها. كرمال هيك بدي منكم نبتدي من بعد العملية ببعض التمارين. التمرين الأول هو إنه نحن حنحرك رقبتنا. ليه؟ لأنه نحن إذا وقفنا نحرك رقبتنا من الخوف ومن الألم وكل هالأشياء رح يصير في عنا تيبس ممكن يسبب لنا صداع. فكرمال هيك كتير مهم إنه نحن نبتدي بحركة الرقبة اللي هو نحرك رقبتنا شوي شوي على اليمين، نرجع على الوسط، نحرك على اليسار، نرفع لفوق، تحت، جنب. بعد العملية كتير منا بتتغير عنده البوشر. كرمال هيك من المفترض ان احنا نسوي هيدا التمرين البسيط لنحرك كتافنا ورا وتحت. هيدا رح يساعدنا انه نحنا ما يصير في عنا بوشر غلط بعد ما نوصل لمرحلة الشفاء. لنحمي الأبر باك من الألم والتيبس كمان لازم نسوي هيدا التمرين يلي ما يسمى بسلام. رح نجرب ننزل قد ما بنقدر ثراسك اريا، ورح نرفع، رح ننزل بهي الطريقة ورح نرفع. أكيد من الكتير الأشياء الأساسية إن نحنا نحرك إيدنا، نعمل فيست، نفتح ونسكر، لأن هيدا الشيء رح يساعد الدورة الدموية. أوكي، كل ما نحن تحسن عنا الدورة الدموية كل ما حيساعد بالتئام الجرح بطريقة أسرع. بالإضافة لازم نحرك الكوع Flexion و Extension، رح نحرك Pronation و Supination، ونقدر نسوي التمارين للإيدتين. أوكي، والتمرين الثالث يلي حنحكي عنه يلي هو تمرين اللي بنرفع فيه الكتف. أكيد السايد اللي هي بيكون فيها العملية رح تكون مؤلمة إذا نحنا جربنا نرفعها لحالها، فكرمال هيك نحنا بنساعدها بإيدنا المنيحة، بنحط إيدينا بهاي الطريقة ونجرب نرفع لمستوى لنوصل لمستوى بيبتدي فيه الألم. نرجع ننزل شوي شوي، مرة بعد مرة رح تلاقوا حالكم إنه أنتوا عم تقدروا ترفعوا أكثر وأكثر وأكثر لنوصل بعد أسبوعين للفول رينج، وهيدا بيحميكم من إنه يصير عندكم فروزن شولدر أو بورسايتس يلي هو تيبس بمفصل الكتف. للرينج اللي احنا بنقدر نوصل له بدون ألم نرفع قد ما بنقدر وبنرجع ننزل شوي شوي، وبعد رح نعمل التمرين الأخير يلي هو بيعمل تمدد للعصب. أوكي، كرمال نحمي حالنا من مرض بيصير مزمن بيسبب ألم بكل الإيد ما يسمى بالأكزيلاري ويب سيندروم. التمرين رح يكون رح نمد إيدنا بهالوضعية، رح نحرك المعصم لتحت ولفوق، كتير منكم رح يتساءل كم مرة لازم نسوي هاي التمارين خلال النهار. مفروض نسويها 3 مرات، كل مرة لازم نعيد التمرين 10 عدات، نسويهم كتير أكتر من هيك ولا أقل من هيك، لأنه نحنا هدفنا خلال 2 لـ3 أسابيع ما بعد العملية نكون رجعنا الفول رينج أوف موشن للكتف وما يكون عنا تصلب بالمفاصل الثانية. بس أكيد في حال كان عنا أي نوع من الالتهابات أو أي مشاكل ما بعد العملية من الأفضل استشارة الطبيب قبل البدء بهاي التمارين، وفي حال كان الحالة ستيبل والأمور كلها أوكي تقدروا تبتدوا مباشرة ما بعد العملية.